اما غادي ياخذ العظم ديال التمر يقرم له ويطحنه معلقه صغيره مع شويه الماء قبل الفطور قبل الغداء قبل العشاء قبل ما ينعس، واما ياخذ لوز ديال ارغان عقله، راه المغاربه ما عندهم عقل، عود مصيفتو ارغان يبيعوا ب 500 اورو 50 اورو الليتر تيصيفتو اللوز، هذا راه قله الادب. علاش؟ حيت حنا غنبيعوا الزيت واحد، وارغان داك التورتو ديالو نبيعوه حتى ب 50 اورو كذلك، يعني ربحنا جوج مرات، غنربحوا اللوز تنبيعوه ب 50 اورو من بعد ما حيدنا له الزيت، ونبيعوا الزيت ب 50 اورو ربحين، مابقاش تصيفطوا اللوز الى خارج الوطن. وعطاني نتائج كبيره، بمعنى انه هذا اللوز هذا اللي حنا تنلوحوه، اما الزقمون تزقمون اللي تيلوحوه في سوس يعطيوه للبهايم ب 5 دورو، بمعنى اقل من 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 50 فرنك انه الكيلو، حمقين ما عندهم عقل، يبسوه ويطحنوه، وحنا نستعد نعطيو دورات خاصه في هذا الاتجاه، وغتشوفوا غادي تكون المغرب غادي يكون مرجع لعلاج السكري عن طريق هذا الخير. اذا تنعطيو ارغان طورتو مطحون 100 غرام، تنزيدوا له السانوش 50 غرام، 50 غرام ديال اوراق الزيتون مزيان، وتنديروا نص معلقه صغيره مع شويه الماء قبل الفطور قبل الغداء قبل العشاء قبل ما تناسوا. ثلاث اسابيع الناس كي عندهم السكر واخا الدوايات ما تيدقاش طالع 2 غرام 3 غرامات، الاسبوع الاول الثاني تبدا تيتقاد بشهاده الاطباء مزيان، غير لا فورميل ما عطيناش للجميع، حاليا اعلنها عن طريق هذا المنبر المبارك، فالله يرضي عليكم شجلوها. اما العظم ديال التمر مقرمل محمص وطحنوه مع غربلو معلقه صغيره مع شويه الماء قبل الفطور قبل العشاء 5 دقائق قبل 3 إلى 5 مرات في اليوم ثلاث اسابيع، شتو كيتبها تقدم السكر، وانتشر انتشار كبير دابا حاليا. عندي سيده الله يحفظها انه هذه سنتين تتروج لهذه الوصفه اللي عطات ثلاثه بوصله راسها، بمعنى حنا تيمكننا نروجوا لهذه الوصفات البسيطه جدا، وغتشوفوا كيف انه هذا العظم ديال التمر تيرجع لبلاصتو وقيمته الحقيقيه لانه من شجره مباركه، والزيتون وعظم الزيتون كذلك خدينا هذا اللوز ارغان، وخدينا كذلك مع شويه الوراق الزيتون وكذا. كاين الحلبه منبته كذلك مهمه، كذلك عندنا نخدم من بتي يكون افضل حتى ما ناخذوها هي بصح مطحونه، هذه كلها ناخذ قبل وجبات. انتم لاحظتوها 5 أو 6 المواد، عندي اكثر من 60 ماده ابداعيه، انا مستعد نعطيها لكم كلها، حنا تنوجدوا كتيب ان شاء الله تعالى اللي غادي يكون فيه، وان شاء الله ما يتعداش الثمن الرمزي ديالو، يكون في متناول الجميع باذن الله تعالى. اذا هذا اسلوب. ثم من بعدهم كل المواد الحيوانيه الا السمك، الطاجين يكون ابيض وفيه الشوك، ولاحظتي انه الا احترمنا تغذيتنا، احترمنا سميتو، احترمنا هذه المواد قبل الماكله، احترمنا زيت الزيتون على الريق، بالاضافه الى الاستعجالات الاولى، الا طلع السكر بزاف تناخذوا الماء والبصل فقط استعجالا، ولاحظنا تهبط السكر تناخذوا التمر وشويه العسل، ولا بد مراقبه الطبيب عن طريق التحاليل كل نهار، عن طريق ديال 3 شهور حتى هي خصنا نعبروها ونشوفوا الطبيب، ممكن كل 3 اسابيع الى قال لك علاش تجي عندي بزاف، نقول له انا خصني نراقب بصحتي مزيان، بلاش غادي يفرح بك يلقاك انسان منتبه، او 3 اشهر وان شاء الله تكون المراقبه ديال سنه، واخا يتقاد السكر شي واحد تقادهم السكر حيدوا الانسولين مشاو للزرود. تقول انت ما عندك عقل، انه خصنا نعمقوا العلاج ونزيدوا نبنيو الجسم ديالنا، وهكذا لاحظتي اسلوب جميل بسيط متميز، ولكن عنده كاين عمق تاع العلم، حيت نجحنا في كم 50,000 حاله سكري، نجاح كبير متميز، عرضنا كثير من الحالات، كاين الناس اللي حيدوا الانسولين، كاين الناس اللي بنوا كلوه جديده، كاين الناس اللي خرجوا من ذاك المشكل ديال لو ديكولمون دو غيتين، العينين صحاح وهكذا. اذا فخصنا نكونوا ان شاء الله في الانتباه ونحترموا المرحله ونقيدوا كل شيء، ومنين نسجلوا ذاك الشيء ونضمنوا ان في سنه كامله كل شيء مقاد مزيان، نكون عمقنا العلاج بنين الجسم وحمينا الاثار الجانبيه على العينين والكلوي وهكذا، غادي نكتبوا هذا الشيء ونشروه، ولما لا انه نعلنوا علانيه على كل واحد محتاجه أو في كتيبات إن شاء الله تعالى لتعميم العلم. أختو فتيحة مستراغنا. فتيحة السلام عليكم. عليكم السلام. تفضلي فتيحة. سؤال أختي، أختي بندير مع الدكتور الله يجازيك بخير. كيسمع. عندي حرقة في المعدة. قديمة عندك؟ قديمة عندك؟ واش قديمة عندك هذه الحرقة؟ عامين ونص هذي باش أنا كنعاني بها وكنزوري، مشيت عطيت اختفاصي، درت تيو وقال لي عندك شي شوية الميكرو وفمي المعدة محلول، ولكن ما كانت حتى شي نتيجة مع الدواء. علاش تاكل الدجاج بزاف والمقلي بزاف والماكلة الزنقة بزاف؟ ما يمكنش انه هذه الحرقه المكر ديالها والقباحه ديالها جايه من هذا النوع من المواد، غتحيد المواد الحيوانيه 100%.
ياش ايوا يبقى فيك الحال ها الوكاله بزاف تبدا تاخذ بطاطا خضراء بطاطا خضراء تاخذها غير تحسب الحرقه بطاطا خضراء خذ وحده عصرها وشربها خضراء هكذاك وما طيبهاش مزيان ثلاثه اربعه خمسه المرات في النهار انت تاخذ الماء مغلي كاس كبير فيه حبوبتين مشحر وقشر الرمان ومعلقه العسل هي ماكلتك لمده ثلاث اسابيع صافي يعني تاكل شي خبز ولا شي حاجه يا لا ثلاث اسابيع ولا قديتي دير قريصه النحل في فم المعده هذا هو الدواء ديالك وما نكرش انه تعطيني خبر مره في الاسبوع باش ندير معك المتابعه وما نخليش انك الا حسيتي بالعياء ولا شي حاجه عيط لنا مزيان خذ تاخذ التليفون ديال المركز وباش ما نطيحوش فقر الدم الا عندك عياء ما كاينش فقر الدم لا ما كاينش فتيحه عندك فقر الدم يلا اذا غتشوف لي الطبيب اما مره في الاسبوع باش يدير لك التحاليل ديال الدم ويعطيك المتابعه ولا كنتي مطوره غتزيد دير المرجان في الماكله ديالك بوحدو ياك تشربو مع بطاطا او بوحدو نورمالمون ثلاثه الاسابيع باي باي ليكوباكتير داك الميكروب اللي قلتي باي باي الحموضات المعده ومع قريص النحل فم معده غادي خصك بعد الاسابيع نشدو داك الفم ما يبقاش يلوح لك الحموضه وهكذا يمكن نضبطوا فم المعده لغنيتال ونضبطوا الحموضه واخا ونضبطوا لكن شي التهاب ونضبطوا كذلك العياء تاع الامعاء وهكذا ان شاء الله تخرج من العياء وما ترجعش للماكله المالوفه الا الخضر والفواكه لمده ثلاث اشهر على ما الجسم ديالك يبني ونعمقوا العلاج. نعم يكون باس. شكرا لك استاذ والباحث كريم العبد العلوي مختص في العلاج بالنحل والوصفات. كن سهلا. مرحبا دكتور لاباس عليك. مرحبا. شكرا الله يحسن كنتبعوكم مزيان وكنستافدوا منكم مزيان. مرحبا. مرحبا. المهم الزيت راه ولينا حنا كناخذوا شي تقريبا شي شهر هذه كناخذ زيت على الريق. الحمد لله. بارك الله عليك. الحمد لله. دابا دكتور الله يخليك النتيجه شنو هي اش حسيتي؟ الحمد لله لا كانت شي حاجه داخليه المهم تنحس بالكاش ديالي مزيانه بخير جميل جدا كلكم اللي خداو زيت زيتون على الريق حسوا انه ذاك الامساك ما بقاتش والعصمه ما بقاتش دليل على انه ما يمكنش حرام تكون عندنا العصمه في البلد والخير موجود منه زيت زيتون منه الشريحه وهكذا تفضل عندي لاغيتين بيغمونتير وراك عارف الحل غيكون هو لك الخلايا الجذعيه قلت له شنو نسول دابا الله يخليك اذا كان شي وصفه ولا شي حاجه ناكلها بحال هكا باش تقدر تعرف تخلي لنا شويه داك الشيء اللي باقي اولا البصل والعسل مع الماء نعم وغتحاول ديما زيت زيتون على الريق داوم عليها وما تنساش لساعات النحل لانه اعاده بناء الشبكه وتدفق الدم بشكل صحيح وتنقيه لاغيتين من جهه وتطعيم الخلايا ديال الشبكه من جهه ومن جهه اخرى ثم اعاده تثبيتها على في المكان ديالها المعلوم هذا كله مهم جدا فمع اللسعات ومع الحجامه في جنبات العين ثم وراء الراس والعمود الفقري هذه كلها اشياء جميله ان شاء الله غادي تكون متميزه وتستعملها ولا جيتي عندي ان شاء الله للمتابعه اش مدينه انت يا اش مدينه نعم جديده ما فيهاش مركز جديده انت من جديده نعم هو حال اجي عندي للدار البيضاء ان شاء الله